وبالتالي حزب النمو. هذه طبعا مباراه وهذا وصف غير دقيق لما تم، لان الذي اجتمع بممثلي القوات المسلحه لم تكن مجموعه من لجنه الـ50، وانما كان هيئه المكتب، هيئه مكتب لجنه الـ50، ولم يحضر الاجتماع احد خارج هيئه المكتب. وحزب النور ليس ممثلا في هيئه المكتب، هيئه المكتب تتكون من الرئيس والوكلاء الثلاثه والمقرر ومقرري اللجان ومقررين المساعدين والمتحدث الرسمي فقط لا غير. فهذه اللجنه هي التي اجتمعت القوات المسلحه، وهذه اللجنه ايضا هي التي اجتمعت بالمحكمه الدستوريه العليا وبمجلس الدوله وببقيه الفئات التي يتم استطلاع رايها من خلال هذه اللقاءات. فيعني عايزين بقدر الامكان، لانه اللجنه الحقيقه يعني عملها زي ما قلنا قبل كده رايح الامنيه، ويجب ان نحرص عليها لانها الخطوه الاولى في اعاده بناء الدوله، والخطوه الاولى في خريطه المستقبل، ويجب ان نحرص على نجاحها، وعلى الاقل على نقل ما يدور بداخلها وتقديم صوره صادقه لما تقوم به. هناك من يتربصون باللجنه وهناك من يهاجمون اللجنه، وانا اقول لهم صراحه ان كل من يهاجم اللجنه هو الذي يهاجم خريطة الطريق، ولا يريد لمصر أن تحقق الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب والتي نال بها في ثورتيه في يناير وفي يونيو. هذه اللجنة هي انعكاس مباشر لخريطة الطريق التي هي بدورها تعبير عن إرادة الجماهير التي خرجت يوم 30 يونيو. ولا يصح أبدا أن نكون أعضاء في هذه اللجنة ونهاجمها في نفس الوقت. هذه ازدواجية غير سليمة، وهي تعبر عن يعني محاولة لهدم خريطة الطريق. فالالتزام بخريطة الطريق لا يكون فقط شفهيا، وإنما بالعمل التالي.